حراسة. الحراسة عند السلالتين، هبسطها لك وهديك مثل بطريقة انت هتفهمها لوحدك. بص يا سيدي، كلب البيتبول عنده نقطة الحراسة اكنك مع يعني، انا بعتذر على التشبيه لان ما بشبهش كلاب باشخاص، بس انا هشبه الكلب بالطبع. بايه بالظبط؟ يعني بمعنى صح، كلب البيتبول هتلاقيه الحراسة عنده اكن واحد ماسك مطوة وداخل خناقة. ازاي بالظبط؟ هو فين بالظبط؟ ده كلب صايع، كلب بلطجي، هو ده كلب البيتبول. بمعنى صح تلاقيه عايز يشوف بس اللي بيقرب منك ويقطعهولك. تمام، دي طريقته في الخناق، طريقة اللي هي اللي فيها البلطجة فتو بلدي، هو ده كلب البيتبول صايع. انما كلب الرد كلب شيك جدا، كلب شيك جدا حتى في الاتاك بتاعه. همثلها لك ازاي؟ تحس ان كلب الرد بقى اللي هو عارف اللي بتلاقيه ماسك الجهاز وبيتكلم كده، ايوه تمام، واللي هو لو حب يقتل حد يقتله بطبنجه. خدت بالك من الفرق؟ ده حد بلطجي ماسك مطوه، وده حد شيك جدا ولو حب يعمل اتاك على حد هيقتله كده بسلاح. هو ده كلب الرد. كلب الرد بمعنى صح بقى، تعالى نطبقها على الواقع. انا اديتكم المثل، وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. زي ما شفتوا كده في الصوره المصغره ومن العنوان، ان احنا هنعمل مقارنه بسيطه ما بين كلب البيتبول ما بين كلب الروتفايلر. طيب، اكتر سؤال مش هقول بيضايقني، انتوا ما فيش سؤال بتسالوه بيضايقني الحمد لله، لانه سؤال مشروع يعني، بس انا عايز اقول لك ان هو بيضايقني في نقطه، ان انا مش هينفع اجاوبك عليه لاني مش هفرض رايي عليك. لما انت بتيجي تسالني تقول لي اشتري انهي احسن، كلب البيتبول ولا كلب الرد، هقول لك بالنسبه لي انا كلب الرد احسن. ده بالنسبه لي، وده رايي اللي انتوا عارفينه، والناس اللي متابعيني من سنين عارفين رايي في كلب الرد، ان مفيش كلب بيفوقه بالنسبه لي، ده شخصيتي. طيب، انا ما اقدرش احجر عليك برايي ولا اقدر ان انا افرض عليك رايي، لانك لو سالتني السؤال ده رايي غير رايك وذوقي غير ذوقك. طب انت هتعرف منين اذا كان كلب البيتبول بالنسبه لك احسن ولا كلب الرد احسن؟ فانا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده مقارنه كده بسيطه، هشرح لكم مواصفات كلب البيتبول ومواصفات كلب الرد، وبالتالي انت تطبقها على نفسك وتقول اه ده يليق على شخصيتي ولا ده اللي يليق على شخصيتي اكتر، فانت اللي هتحدد. لكن لما تيجي تبعت لي على الواتس او تبعت لي في كومنتات وتقول لي طب انت شايف احسن اشتري اني احسن، مفيش حاجه اسمها اني احسن، كل الكلاب حلوة، كل الكلاب جميلة، بس انت بتقول اني احسن بالنسبة لشخصيتي. انا هعرف شخصيتك منين؟ وانا هعرف طباعك منين؟ انت اللي هتعرف وانت اللي هتحكم بناء على اللي انت هتسمعه في المعلومات من الفيديو ده. فانت تقدر تقول اه انا شايف ان شخصية الكلب ده مناسبة بالنسبة لي عن الشخصية دي، عن الفصيلة التانية دي. تمام، نخش في الموضوع الفيديو على طول، لان انتوا عارفيني انا ما بحبش المقدمات الطويله. طيب، انا هشرح لكم شخصيه الكلاب. تمام، هقول لكم المعلومات اللي انتوا صعب انكم تلاقوها على جوجل، او صعب ان انتوا تلاقوها على اي منصه تانية طباع، لان انا عايش في وسطيهم، عندي في المزرعه جراوي بيتبول وعندي في المزرعه جراوي رود، وهقول لكم ايه اللي بيحصل وايه الطباع ده وايه الطباع ده. بص يا سيدي، رقم واحد شخصيه كلب البيتبول. شخصيه الكلب البيتبول شخصيه قويه جدا، بس جنب كلب الرد لا، كلب الرد بيفوقوا في الشخصيه. يعني هتلاقي الجراوي عندي بتاعت الرد اعمارها مثلا صغيره، عمري مثلا 50 يوم، وتلاقي جراوي البيتبول عمر 60 يوم، فطبيعي ان البيتبول حجمه اكبر، بس تلاقي كلب الرد بيفوقوا في الشخصيه، بيفوقوا في التركيبه، تلاقيه هو اللي مسيطر، هو اللي عايز يستحوذ. طبيعه كلب الرد هو اللي عايز يفرض شخصيته على اي سلاله تانية بتتربى معاه. كده انا شرحت لكم شخصيه كلب الرد. شخصيه كلب الرد قويه جدا، قويه جدا فوق ما تتخيل. كلب عنيد، كلب عنده كاريزما، من اجمل واقوى الشخصيات اللي ممكن تربيها في حياتك. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو ما عرفتش تفرض شخصيتك على كلب الرد هو اللي هيفرض شخصيته عليك. في ناس كتير جدا بتسالني يعني ايه افرض شخصيتي ويعني ايه هو يفرض شخصيته عليا. بص يا سيدي، هو هيفرض شخصيته عليك، مش هينفذ لك اي امر، هو اللي هيبقى متحكم فيك. بمعنى اصح، انا عايز اكل دلوقتي، هتلاقيه جاي لك عمال يهوهو عشان خاطر ياكل، فانت بالتالي هتبدا تحط له الاكل خلاص ياكل. طيب، انا عايز اخرجه في الشارع، هتلاقي هو اللي بيجرك، هو اللي سايق كده، هو فرض شخصيته عليك. طب انا ازاي افرض شخصيتي عليه؟ ان انت تحببه فيك عشان يقدر بعد كده يسمع كلامك، عشان يقدر ينفذ اوامرك، عشان يقدر يعمل كل حاجه بحب. ده شخصيه كلب الرد. شخصيه كلب البيتبول ما عندهوش عند، كلب البيتبول ما عندوش عند، كلب البيتبول هتقول لي يمين يمين شمال شمال، كلب ما عندهوش، عنده طاعة، عنده طاعة، ما عندهوش أي نوع من أنواع العند نهائي، عكس كلب الرد. يعني بمعنى أصح، مش هتعاني في إنك أنت تديله أوامر. مش معنى كده إن أنت بتعاني مع كلب الرد خالص، كلب الرد فيه متعة في حاجة،
عارف المتعه في ايه؟ في كلب الرد، في تربيته، في العند، حته العند اللي عنده، عنده كاريزما، عنده شخصيه. ما تدينيش اوامر، هو دماغه كده، ما تدينيش امر، ولو هتديني امر ادهولي بالشياكه، ما تدينيش جيب، ما تمرمطنيش، يعني ما تقوليش مثلا نام على جنبي، نام على ده. كلب الرد ما بيحبش كده، كلب الرد عنده شخصيه، فمش هي يعني بمعنى صح يقول لك ما تبهدلنيش معاك. تمام، يا رب اكون وصلت لكم الشخصيه والتركيبه بتاعت كلب ايه الرد وكلب البيتبول. كلب البيتبول عكس بقى كده بكتير. كلب البيتبول هتقول له اه تعالى هنا، كلب زيه زي المالينو بالظبط، كلب بتاع اوامر، كلب بتاع ان هو ياخد الاوردرات من غير اي عند. هو مش حاطط في دماغه ان انت كده بتهني. كلب الرد لا، بيفرق معاه شخصيته قوي 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 قوي، تنك بمعنى اصح قوي في نفسه. طيب كده احنا شرحنا شخصية الكلب ده وشخصية الكلب ده. نخش على رقم اتنين، القوة عند الكلبين. القوة عند الكلبين فهي هتروح طبيعي لكلب الرد. قوة كلب الرد اقوى بكتير جدا، سواء القوة البدنية او قوة الفك، عن قوة كلب البيتبول. قوة كلب الرد بتفوق كلب البيتبول بكتير جدا، يعني بمعنى صح قوة فكه بتوصل من 328 ل 330 باوند، يعني 330 رطل. اما قوة فك كلب البيتبول بتوصل ل 235 باوند، اقل منه بكتير جدا. قوة الفك بس كده اللي بتخلي كلب الرد اقوى؟ لا، القوة البدنية كمان. القوة البدنية بتفوق قوة كلب البيتبول بكتير جدا. طب احنا بنشوف كلب البيتبول عنده النطة عالية جدا وعنده سرعة اعلى جدا، دي معاك حق فيها. كده كلب البيتبول هيفوق كلب الرد في السرعة، في اللياقة، في الجنب بتاعه. كلب الرد هيفوقه في القوة، قوة الجسم وقوة الفك. طيب كده احنا اتكلمنا على الشخصية وعن القوة وعن اللياقة البدنية والسرعة والجامب. نخش بقى على رقم ثلاثة، فرض السيطرة. فرض السيطرة لو انت حبيت تخلي السلالتين مع بعض، كلب البيتبول وكلب الرد، كلب الرد هيفرض سيطرته وهيفرض شخصيته على كلب البيتبول، دي حاجة معروفة وحاجة طبيعية، لأن كلب الرد قلنا إن هو عنيد جدا، كلب البيتبول ما عندهوش العند ده، يعني بمعنى صح تحس إن هو عايز يقوله انت واخد الموضوع على قلبك ليه كده، انت واخد الموضوع مكبر الموضوع ليه كده. لا يا عم، عايز تقدني، عايز تمشيني، تمام انا موافق، بس دنيتي تمشي وحياتي تمشي. هو ده كلب البيتبول، مسالم جدا مع الكلاب وعايز دنيته تمشي، يعني مش فارق معاه ان هو يفرض شخصيته، ولا فارق معاه ان هو يبقى هو المتحكم، لا، المهم ان احنا نعيش ونلعب ونحب بعض وننبسط. هو ده كلب البيتبول. كلب الرد لا، كلب الرد عنيد، عنيد في كل حاجه، ما تسبقنيش وانا بشرب، ما تاكلش معايا الا لما اشبع انا الاول، لو هتلعب انا اللي هسيطر، ما تمرمطنيش، مش هتنيمني على ظهري وانت هتلعب فوقيه وكده، لا ما عندهوش كده. حتى وهو جاره، انت لو شفته الجراوي بتلعب ازاي في المزرعه انا بقعد اضحك. الشخصيه فارضه نفسها حتى وهو جرو والله، وهو عنده مثلا 35 يوم 40 يوم، انا بشوف مهازل وفي حاجات كتير جدا بتفوتني ان انا اصورها لكم والله. كده احنا عرفنا فرض السيطره بتروح عند مين اكتر؟ بتروح لكلب الرد، لان كلب البيتبول مش فارق معاه ان هو يفرض شخصيته على اي سلاله تانية. نخش على النقطه الرابعه، النشاط. كلب الرد بيحب النشاط، اما كلب البيتبول بيحب النشاط بطريقه زياده عن اللزوم، يعني بمعنى صح عنده نشاط وفرط حركه عن كلب الرد بمراحل كتير جدا. يعني انت لو شخصيتك هادي وبتحب ان انت مثلا تقعد في البيت، او بمعنى اصح مش حابب الخروج كتير، فكلب الرد مناسب جدا بالنسبه لك. مش معنى كده ان انت ما تخرجهوش، هتخرجه مره في اليوم وهتمشيه وتمرنه شويه تمرينات كده فيها عنف شويه. كلب البيتبول بقى حاجة تانية خالص، كلب البيتبول لازم تخرجه في اليوم مش اقل من ساعة عشان تخلص الطاقة اللي عنده. كلب البيتبول لازم تمرنه تدريبات عنيفة جدا عشان يرجع مهدود وما يبقاش عنده نقطة التخريب في اي حاجة. ده كلب البيتبول، لانك لو ما خرجتهوش وما طلعتش الطاقة بتاعته فانت هيبدأ يخرب. يعني ايه يبدأ يخرب؟ يبدأ عايز يقعد مثلا في خشب، في انتريف، عايز يطلع الطاقة بتاعته. فطبيعي انت رجعته مهدود هتلاقيه بياكل وبينام ومبسوط جدا قوي ومستني تاني يوم ميعاد الخروجه بتاعته. يعني بمعنى اصح لو انت شخصيتك هاديه روح لكلب الرد، لو انت شخصيتك بتحب الخروج كتير وبتحب الهايبره كتير والفسح والنزول والطلوع، لا انا اقول لك على طول خلاص روح لكلب البيتبول وانت مطمن جدا. نخش بقى على النقطه الخامسه ودي اهم نقطه، الحراسة. الحراسة عند السلالتين هبسطها لك وهديك مثل بطريقة انت هتفهمها لوحدك. بص يا سيدي، كلب البيتبول عنده نقطة الحراسة اكنك مع يعني انا بعتذر على التشبيه لان ما بشبهش كلاب باشخاص، بس انا هشبه الكلب بالطبع بايه بالظبط. يعني بمعنى صح كلب البيتبول هتلاقيه الحراسة عنده اكن واحد ماسك مطوة وداخل خناقة، ازاي بالظبط هو فين بالظبط، ده كلب صايع، كلب بلطجي، هو ده كلب البيتبول. بمعنى صح تلاقيه عايز يشوف بس اللي بيقرب منك ويقطعه لك، تمام؟ دي طريقته في الخناق، طريقه اللي هي اللي فيها البلطجه فتوه بلدي، هو ده كلب البيتبول صايع. انما كلب الرد
كلب شيك جدا، كلب شيك جدا حتى في الاتاك بتاعه. همثلها لك ازاي؟ تحس ان كلب الرد بقى اللي هو عارف اللي بتلاقيه ماسك الجهاز وبيتكلم كده، ايوه تمام، واللي هو لو حب يقتل حد يقتله بطبنجه. خدت بالك من الفرق؟ ده حد بلطجي ماسك مطوه، وده حد شيك جدا ولو حب يعمل اتاك على حد هيقتله كده بسلاح. هو ده كلب الرد. كلب الرد بمعنى صح بقى، تعالى نطبقها على الواقع. انا اديتكم المثل، كلب الرد لما بيجي يعمل اتاك على اي شخص لازم يفكر في دقيقه او نص دقيقه، يشوف الدنيا اللي حواليه الاول ويرسم الموضوع ويحس ان هو فعلا لازم يعمل اتاك في الموقف ده، وخد الاوردر من صاحبه هينفذ على طول، هينفذ على طول بعد ما ياخد الاوردر من صاحبه وبعد ما يستوعب الموقف، لان هو عنده الاستيعاب في بطء، يعني في بطء دقيقه او نص دقيقه. ليه؟ عشان ما بيحبش يعمل اتاك ويندم عليه، شخصيته كده تركيبته كده. بس لو عمل الاتاك، انتوا عارفين كلب الرد الاتاك بتاعه هيعمل ايه؟ هيبهدل اللي قصاده، هيبهدله. تعالى بقى نطبق ده على كلب البيتبول. كلب البيتبول لما يجي يعمل اتاك مش هيستنى رايك ولا هيستنى كلمه الاتاك بتاعتك او ان انت تقول له اكشن او اتاك او ادى او تعمل له اشاره معينه. كلب البيتبول حاسس ان انت في موقف هتلاقيه رمى نفسه. عشان كده انتوا دايما بتسمعوا انا كلب البيتبول اذى قريبي، كلب البيتبول اذى صاحبي. هو على طول مش مستني ان انت تقول له اعمل اتاك على الشخص الفلاني، تمام؟ طبيعته كده. فانت شايف ان شخصيتك كده، خلاص روح لكلب البيتبول. بس ما تجيش تقول اصل كلب عض جاري، كلب عض صاحبي، كلب كنت ماشي معاه فجاه هجم على الشخص. هو كده انا مثلتها لك بمثل، متهيألي مفيش احسن منه، وصورت لك الصوره كامله، تمام؟ يعني بمعنى اصح ما بيستناش ان هو ياخد منك الاوردر عشان يعمل اتاك، رد فعله سريع جدا في اقل من جزء من الثانيه. كلب الرد كلب عاقل جدا، كلب من الكلاب اللي اقل نسبه كلاب موجوده على مستوى العالم اللي ممكن تعمل مشاكل لصاحبها في الاعتداء على اي شخص. يعني بمعنى اصح انا لما بلاقي كلب من الكلاب اللي عندي سواء ذكر او نتاية بيزوم على حد جالي، ابقى انا عارف ان الشخص اللي جالي ده مش سالك، الشخص اللي جالي ده جواه مش كويس، الشخص اللي جالي ده بيكن لي حاجة مش طبيعية. كلب الرد كلب عاقل جدا، كلب ذكي جدا. النقطة دي عند كلب البيتبول ما تقدرش تحكم فيها قوي، لان هو كلب اصلا عنده رد فعل سريع، كلب ما بيفكرش، كلب مجرد ما هيحس ان في خطورة عليك هتلاقيه هجم. فانت بمعنى اصح يعني مش هتعرف تحكم على الشخص اللي قصادك اذا كان قاصد فعلا ان هو يأذيك ولا مش قاصد ان هو يأذيك، ما بيديلكش حتى فرصة ان انت تقيم الشخص اللي قصادك. فهمت الصوره اللي عايز اصورها لك؟ كلب بالظبط كانك نزلته بمطوه، يلا اتخانق لي بقى، عايز يعور ده وعايز يموت ده. هو كده دماغه كده تركيبته كده. كلب الرد لا، هتلاقيه ماشي جنبك ساكت عادي خالص، ليه شخصيته ليه الكاريزما بتاعته، باشا في نفسه قوي. وانا بحب كلاب الرد من فراغ، انا مش بتحيز لكلاب الرد خالص ولا عايز ان انا احببها فيه قسما بالله، ابدا ابدا نهائي. بس انا شرحت لك والله وربنا شاهد على كده، شرحت لك الصوره كامله لكلب البيتبول، وشرحت لك الصوره كامله لكلب الرد. وانت شوف طبيعه شخصيتك في الحاجات بقى المهيبره وفي الحاجات الاكشن وفي قوه الفك والحاجات دي، انت حابب تروح لده اكتر ولا حابب تروح لده اكتر؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون بسطت المعلومات عليكم، بتوحشوني حرفيا والله. لو انت مش مشترك في قناه عصابه الكلاب والقطط يشرفني اشتراكك في اكبر قناه موجوده على اليوتيوب ومتابعيها، يعني بيك انت. وما تنساش ان انت تعمل احلى واعلى لايك منك للفيديو لو انت سمعت معلومه حتى واحده جديده عليك. اما الدعم اللي بيجي عن طريق المتابعين ومحبين قناه عصابه الكلاب والقطط، انا عايز اقول لكم ان دعمكم ده فوق راسي، انا مش هنسى دعمكم ده ابدا، وبشكركم واحد واحد، بشكر كل واحد دعم قناه عصابه الكلاب والقطط ومزرعه الكلاب والقطط. طيب الناس اللي بتسال ازاي ادعم المزرعه وازاي ادعم القناه، اليوتيوب عامل علامه اسمها شكرا، ايقونه كده محطوطه تحت الفيديو، هتلاقي مكتوب عليها شكرا ومرسوم عليها علامه الدولار، دي انت تقدر تدعم فيها القناة وبتقدر تدعم فيها المزرعة. يعني بمعنى صح اي دعم بيجي منك للقناة او للمزرعة بيخليني انا اكبر القناة اكتر واكبر المزرعة اكتر، لان زي ما قلت لكم قبل كده ايد لوحدها ما تسقفش، واحنا الاثنين انا ومتابعين عصابة الكلاب والقطط اللي كبرنا القناة واللي كبرنا المزرعة دي. يعني بمعنى صح بتكبر بيك انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. فكل اللي حابب ان هو يدعم المزرعة ويدعم القناة يقدر يدوس على كلمة شكرا اللي هي علامة الدولار الموجودة دي، واي دعم يجي منك اعرف ان هو رايح للقناة ورايح للمزرعة للكلاب والسلالات اللي انت بتحبها. ويا رب ان شاء الله تكبر وتبقى قد كده مليون مرة كمان. هتوحشوني حرفيا. لحد الفيديو اللي جاي اشوفكم على خير، مع الف سلامة.